هلا اذا بدنا نحسب هلا اول قيمه للراوند تريب تايم خلص هذه راح اشيلها من هون. احنا عارفين انه الريتد سبيد اتيند ان 1 فلو جيرني. فراح يكون عندي الان هلا تاو انيشال تساوي 2 اتش. قديش قيمتها؟ 9.9864 مضروبه في 4.2 على في قديش في 1.6 مش هيك؟ هي اول تيرم، رح اخليه تيرم لحاله عشان نحسب قيمته ونطلع قديش قوته. زائد اس قديش؟ 7.0551 زائد 1 بصير 8.0551 اس بلس 1 مضروب في الستوبينج تايم، الستوبينج ضريبة الستوبينج، قديش ضريبة الستوبينج؟ نحسبها هون عندي تي اس بتساوي تي اف ماينس تي في زائد تي دي او زائد تي دي سي. هدول 2 و3 سكندز. هاد وهاد راح يكونوا دي اف على في زائد في على اي زائد اي على جي ماينس دي اف على في، مش هيك الكل متذكر؟ راح تصير عندي هذه في على اي زائد اي على جي اللي هي بتطلع 2.6. فبتطلع هاي 1.6 زائد 1 زائد 2 زائد 3 بتصير 1.61 2.6 و5 7.6 سكندز. فالحل هاي راح احط هون 7.6 سكندز. وعندنا اخر ترم اللي هو تبع بي. انا عندي هلا 12 باسنجر بضربهم في 1.2 زائد 1.2 بصير عندي 2.4 في 12 زائد 12 1.2 زائد 1.2 فبتطلع. هدول الثلاث قيم لحال انا حاططهم هون لحال 52.4286 زائد 61.218 زائد 28.8. لاحظين هدول التو تيرمز اكبر تيرمز هون موجودين. بيطلع عندي اول قيمه هي 142.447 هاي تاو اني. اذا ايش بقدر الان اطلع مباشره؟ قبل الكاباسيتي نمبر اوف اليفيترز. اذا ال الان بده يساوي السيلينج تبع 142447 على تارجت انترفال. واضح بده يطلع معي 5 مش هيك؟ لانه 150 على 30 فبدي اطلع من راوندينج اب راح يطلع معي 5 الاليفيترز المطلوبين. هاي ما سميناها ال اني، خلص هي ال ما فيش غيرها ما راح تتغير. لكن بيطلع معي الان انترفال انيشال بيساوي 142.447 على 5 فبيطلع معنا 28.49 سكندز. هذا اول انترفال من هون. وبقدر احسب الان شو بقدر احسب؟ بقدر احسب الهاندلنج كاباسيتي. فالهاندلنج كاباسيتي انيشال بتساوي 300 على الراوند تريب تايم اللي هي 142.447 مضروبه في العدد 5. كل مره بحمل 12 وهدول كلهم مقسومين على 1000 فبتطلع الانيشال هاندلنج كاباسيتي 12.636. اذا اول نقطه على الهارنت بلين راح تكون نبدا احنا بالانترفال مش هيك؟ اللي هو 28.49 سكندز فاصله 12.12636. هل هذا كومبلاينت ديزاين؟ كومبلاينت مضبوط لانه هاي اعلى من 12%. هي والانترفال اقل من 30 سكند هيو من هون، لكن هذا يقع على نقطة above بالاي ار لاين. فاحنا اللي عملناه هون اخذنا النقطه هاي عملنا راوندينج اب طلعنا ل ال بتساوي 5. هلا بدنا ننزل هاي هي النقطه اللي احنا وجدناها هون اللي هي 28.49 و12.636. هلا راح نكمله راح نعمل المره الجايه الايتريشن نبدا ننزل بالخط هذا لتحت.